من ضمن الأسئلة، إزاي المرتب العامل 3000 جنيه والمهندس الزراعي بيبقى 1800، وأحيانا كتيرة بيبقى المهندس ياخد 2000 والمرتب ياخد العامل ياخد 4000. الحقيقة إنه إحنا مش في المدينة العادلة، فأرجوكم ما تقارنش بحد بغيرك، ولكن خلينا أقول لك اللي بيتقال إيه. مرة تانية أنا مش مع أو ضد عشان ما حدش ينتقد ويعمل ديسلايك وأنت عاوز ناخد أنا بس بقول لك اللي بيحصل. العامل بيفضل عامل أو بيبقى مشرف، لكن العامل جوه والمهندس بره. العامل بعد سنتين مرتبه هيكون 3400، لكن المهندس لو شاطر مرتبه هيبقى 4000 5000 6000 7000 و8 وهكذا. ببساطة الشركات اللي زي كده شايفين المهندس ملوش لازمة، في بعض الأشخاص شايفين كده بيعمل أي حاجة والعامل بالنسبة لهم أهم من المهندس. فمن رأيي بلاش حد يبقى عنده مقارنة جديدة مع هذه الموضوع إلا بيرضى بأمر واقع، ولكن بلاش إن هو يفضل باصص هنا أو هنا. بيتعامل مع المهندس بالطريقه دي. لو انت زراعي ومعروف مرتبات الزراعين على قدها والعامل بقاله فتره كبيره في الشغل وبالنسبه للشركه هو اهم من المهندس، فنضع ده في الاعتبار وربنا يكتب اللي فيه الخير باذن الله.